بطريقة فيزيائية تنتقل المغذيات الذائبة من هذا الخزان إلى الماسورة الرئيسية لمياه الري. وحفاظاً على المال والوقت والجهد، تأتي هذه المواد الذائبة إلى كل شجرة أو نبتة تمت زراعتها في الحقل، ونصل إلى هذه النتيجة من خلال آلة التسميد. هذه هي آلة التسميد، قد لا يستغرق تركيبها أكثر عن 30 دقيقة. العملية بسيطة جدا وهي كالآتي: هذه هي الماسورة الرئيسية التي تأتي من مصدر ديلمو 1 أو 2 أو 3 حصان أيا كان. الأصل أن تذهب إلى المحاصيل أو الحقول الزراعية، نعملها محبس في هذا المكان، نعمل عكسة في هذا المكان، ونعمل المحبس الأول هنا والمحبس الثاني هنا. الآن إذا بغينا تشغيل آلة التسميد، بالأول نغلق هذا المحبس، ثم نفتح هذا المحبس ونفتح هذا المحبس. الآن المياه سوف يكون اتجاهها على هذا النحو، من ثم تذهب إلى الحقول الزراعية. قياس هذا الأنبوب 1.5 إنش، وهذا قياسه 1 إنش، وهنا فتحة صغيرة على هذا النحو تذهب بماسورة إلى خزان مياه التسميد. بالقوة الفيزيائية عندما تذهب المياه بهذا الاتجاه، راح تعمل هنا عملية شفط وليس عملية إخراج للمياه، إنما عملية شفط للمياه. كيف تكون؟ الله أعلم، ولكن المياه الموجودة في هذا الخزان راح تنسحب، أو المغذيات راح تنسحب من هذا الموقع أو من هذا الخزان وتذهب إلى هذا الأنبوب، إلى الأنبوب الرئيسي، وهي ذاهبة إلى المحاصيل الزراعية. إذن العملية سهلة للغاية. هذا هو الخزان، وهنا مصدر الماسورة الرئيسية. قمنا مثل ما خبرتكم، عملناها محبس، وعملنا هنا تسليكة أخرى. هذه التسليكة من شأنها سحب المياه من هذا الخزان وتوصيله إلى الماسورة الرئيسية، بالتالي المغذيات تذهب إلى المحاصيل الزراعية. توفر علينا جهد، توفر علينا مال، وتوفر علينا وقت.